الثانوية العامة. يمكنك الآن الحصول على نسختك من كتاب مدرس على الهوى في مراجعة نصف المنهج. الكتاب الأول كتاب المواد الأدبية، ويحتوي هذا الكتاب على مراجعة نصف المنهج في 9 مواد دراسية في كتاب واحد، وهي التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، واللغة الإيطالية. الكتاب الثاني كتاب المواد العلمية، ويحتوي هذا الكتاب على مراجعة نصف المنهج في 10 مواد دراسية في كتاب واحد، وهي الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا، الرياضيات، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، واللغة الإيطالية. وقد قام بإعداد هذه الكتب نخبة متميزة من مقدمي البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى طبقاً للنظام الحديث تحت إشراف مستر أحمد السعيد. يمكنك حجز الكتاب من خلال مؤلف الكتاب مقدم البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى، أو التواصل مع إدارة البرنامج من خلال الرقم التالي 0163 56 296. تمنياتنا القلبية بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الأعزاء. أعزائي طلبة وطلبات الثانوية العامة، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهوى، الحلقة رقم 59. صباح الخير على كل طلابنا الأعزاء، صباح الخير على كل مدرسي التاريخ على مستوى الجمهورية اللي يتابعونا، واللي احنا كالعادة مستنيين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنو من الكمال. النهاردة يكون في ضيافتنا في التاريخ للثانوية العامة مستر أحمد مصطفى. صباح الخير يا مستر. صباح النور يا فندم، ازي حضرتك؟ شرفنا وتشرفنا كالعادة. شرف ليا يا فندم. الله يكرمك حبيبي، الله يخليك. هتكلم طلابك عن ايه النهاردة؟ احنا ان شاء الله النهارده هنتكلم على اهم فصل عندنا في المنهج. الفصل الثاني، فصل ال 14 درجه. الفصل ده اهم فصل عندنا في المنهج كله. جميل. الفصل ده مستر احمد عباره عن 6 اجزاء، عليه في الامتحان بس اكتر من 14 درجه. جميل. تمام. بيتكلم على احوال مصر بعد خروج الحمله الفرنسيه، وازاي محمد علي هياخد مصر لا دوله، وهيطور مصر وهيبني مصر الحديثه. وينتهي بخلفاء محمد علي. جميل جدا. تمام. حلقة موفقة ان شاء الله. امين باذن الله. اتفضل حبيبي، اتفضل. اول جزء معانا بيتكلم على احوال مصر بعد خروج الحمله الفرنسيه. يا ترى بعد خروج الحمله الفرنسيه مين هيحكم مصر؟ بعد خروج الحمله الفرنسيه مين هيحكم مصر؟ تصارع على حكم مصر 3 قوى للسيطره على حكم مصر. يبقى بعد خروج الحمله الفرنسيه في 3 قوى عايزين يسيطروا على مصر. اول قوه عندي هي العثمانيين اللي هم الاتراك. تمام. تاني قوة عندنا الإنجليز. تالت قوة المماليك. وفي قوة رابعة هنا مش هتتدخل غير في الوقت المناسب. مش هتتدخل ولا هتتصارع على الحكم غير في الوقت الايه؟ في الوقت مناسب. المناسب. القوة دي قوة الشعب المصري. أول سؤال ممكن يجينا في الجزء ده، بعد خروج الحملة الفرنسية من مصر، إيه وصف حالة مصر؟
يا ترى مصر في الوقت ده كان فيها استقرار سياسي ولا كان فيها صراع الكلام سياسي؟ الكلام ده كان بتاريخ كام؟ الكلام ده كان سنة 1801 بعد خروج الحملة الفرنسية اللي احنا خدناها في الفصل الأول. جميل. بعد خروج الحملة الفرنسية حصل صراع ما بين ثلاث قوى على الحكم. أول قوة عندي كانت العثمانيين، تاني قوة عندي المماليك، تالت قوة عندي كانت الإنجليز. نبدأ بالعثمانيين. السلطان العثماني قال مصر قبل الحملة الفرنسية كانت ولاية عثمانية، يبقى لازم ترجع تاني ولاية عثمانية. يبقى السلطان بيقول إن مصر ولاية عثمانية، ترجع تاني ولاية عثمانية. فقام السلطان العثماني بتعيين خسرو باشا واليا على مصر. يبقى حاول السلطان العثماني بسط نفوذه على مصر من خلال عين خسرو باشا حاكما على مصر. يبقى أول والي، أول والي يتولى الحكم بعد خروج الحملة الفرنسية كان خسرو باشا. السلطان العثماني حاول السلطان العثماني التخلص من المماليك، فأمر السلطان العثماني خسرو باشا بالتخلص من المماليك. يا خسرو خلصني من المماليك. طب يا ترى خسرو باشا هيتخلص من المماليك ازاي؟ بدأ خسرو باشا يتخلص من المماليك عن طريق الانقسام والوقيعة بينهم. يعني في الأول مش هيحاربهم، عن طريق ليه؟ عن طريق الوقيعة والانقسام فيما بينهم، يعني بالبلد كده هيفرقهم. والمماليك أساسا كانوا متفرقين. يعني المماليك سنة 1801 مات القائد بتاعهم اللي هو مراد بك اللي احنا كنا خدناه في الحملة الفرنسية. من بعد مراد المماليك اتقسموا أكتر من قوة. حتى المماليك بتوع إبراهيم كمان اللي هو إبراهيم بك اللي احنا برضو خدناه في الفصل الأول، تقسم برضو قوات إبراهيم إلى أكتر من قوة، يعني المماليك مش متحدين. جميل. يبقى دلوقتي السؤال هيجي إزاي؟ حاول السلطان العثماني التخلص من المماليك عن طريق الطرق العسكرية ولا عن طريق الدهاء السياسي؟ عن طريق الدهاء السياسي، إن هو حاول يتخلص منهم، إن هو يقسمهم، يفتت القوة بتاعتهم. بالظبط. بعد كده الإنجليز، دي تاني قوة عايزة تسيطر على مصر. طبعا إحنا كنا خدنا في الحملة الفرنسية إن الحملة الفرنسية لفتت أنظار العالم إلى أهمية موقع مصر. جميل. يعني باختصار بريطانيا قالت ازاي انا ما كنتش شايفه موقع مصر ده من زمان. فكرت بريطانيا في السيطره على مصر. تمام. طب يا ترى بريطانيا عايزه تسيطر على مصر لاسباب ايه؟ نشوفها مع بعض على الخريطه. اتفضل. احنا عندنا ده موقع مصر في قاره افريقيا، بريطانيا الجزر البريطانيه موجوده في المكان ده. بريطانيا قالت انا لو سيطرت على مصر، لو سيطرت على مصر هقدر ان انا اوصل للهند بسهوله ومفيش حد هيهدد التجاره بتاعتي. يعني هي عايزه تسيطر على مصر لاسباب اقتصاديه واسباب سياسيه. جميل. لاسباب اقتصاديه واسباب سياسيه. لو جمعنا الاثنين دول مع بعض نقدر نقول عليها اسباب استراتيجيه. اسباب استراتيجيه. تمام. المهم يعني بريطانيا عايزه تسيطر على مصر علشان موقع مصر، علشان تتحكم في البحر المتوسط ونهر النيل والبحر الاحمر علشان توصل للهند بسهوله. يبقى بريطانيا عايزه تسيطر على مصر لاسباب سياسيه واسباب اقتصاديه. البلد كده تامن طرق التجاره بتاعتها. تمام. طيب الانجليز فكروا يستعينوا بمين؟ يستعينوا بمين يساعدوهم في الوصول لحكم مصر؟ فكر الانجليز الاستعانه بالمماليك. تاني فكر الانجليز الاستعانه بالمماليك. طب ازاي يقربوا من المماليك؟ ازاي يقربوا من المماليك؟ طبعا احنا عرفنا ان السلطان العثماني امر خسرو ان هو يتخلص من ايه؟ من المماليك. تمام. تدخلت انجلترا او بريطانيا وطلبت من السلطان العثماني منع اعدام زعماء المماليك. يعني انجلترا قالت للسلطان ما تعدمش زعماء الايه؟ المماليك، ابعد خالص عن زعماء المماليك. فحصل تقارب، حدث تقارب بين الانجليز وبين الايه؟ المماليك. طبعا المماليك فكروا في الوقت ده ان الانجليز بيساعدوهم علشان يوصلوا للحكم، لكن العكس، الانجليز هم اللي كانوا عايزين يوصلوا لحكم مصر من خلال المماليك. لكن السياسه ما فيش فيها عداوه دائمه ولا صداقه دائمه. انجلترا اللي كانت من شويه بتقول للسلطان ما تعدمش زعماء المماليك هتتخلى عنهم. طب ليه؟ ايه اللي حصل؟ لسالي من شويه ما فيش صداقه دائمه، ما فيش عداوه دائمه. فرنسا اللي كانت من شويه بتحتل مصر وخرجت من مصر استعادت علاقتها بالسلطان العثماني. يعني راحت للسلطان العثماني حقك عليا يا سلطان ما تزعلش مني. وفعلا حدث تقارب بين مين ومين؟ ما بين فرنسا ما بين السلطان العثماني. بريطانيا قلقت، ايه ده؟ طب ده كده السلطان العثماني هو مع فرنسا وانا معايا مين؟ المماليك. تخلت بريطانيا عن ايه؟ عن المماليك. نتعلم من النقطه دي، مفيش عداوه دائمه ومفيش صداقه دائمه. عدو اليوم او عدو الامس صديق الايه؟ اليوم، والعكس صحيح. طيب ممكن اساله جينا هنا بالطريقه ازاي؟ تخلى الانجليز عن المماليك لاسباب ايه؟ اسباب سياسيه ولا اسباب اقتصاديه ولا اسباب عسكريه؟ طبعا الاسباب سياسيه. لاسباب سياسيه. طيب نروح للمماليك الطرف الثالث اللي معانا. المماليك بيقولوا
احنا اساسا مصر كانت ولايه مملوكيه قبل ما تكون عثمانيه، واحنا اكتر ناس اساسا حاربنا الحمله الفرنسيه. ده احنا حاربنا الحمله الفرنسيه في شبرخيط وفي امبابه وفي الصعيد، وبرضه انضمينا للعثمانيين والانجليز علشان نطرد الفرنسيين اللي لما كانوا موجودين في مصر. يبقى مصر المفروض تكون مملوكيه. حاول المماليك الاستعانه بالانجليز للوصول للحكم، حاول المماليك الاستعانه بالانجليز للوصول لايه؟ للحكم. يعني بالبلدي كده كل طرف كان بيستخدم التاني علشان يوصل للايه؟ للحكم. كل طرف بيستخدم التاني علشان يوصل للحكم. المهم ايه اللي حصل؟ عثمانيين، انجليز، مماليك، الثلاثه بيتصارعوا على حكم مصر. اللي حصل ان انجلترا هتخرج من مصر. طب ليه؟ ليه انجلترا هتخرج من مصر؟ الدول الاوروبيه عملوا صلح مهم جدا عندنا اسمه صلح اميان، وده اللي هيغير الدنيا كلها في مصر. صلح اميان سنه 1802. ايه اللي اتقال في الصلح ده؟ الصلح ده بين الدول الاوروبيه ما بين فرنسا، انجلترا، النمسا، اتفقوا ان زي ما فرنسا ما خرجت من مصر، بريطانيا هي كمان ايه؟ تخرج من مصر. تاني، يبقى بريطانيا دلوقتي خرجت من مصر لاسباب ايه؟ هل علشان السلطان كان قوي؟ ولا المماليك كانوا اقوياء؟ ولا تدخل الشعب المصري؟ ولا المعاهدات الدوليه؟ المعاهدات الدوليه. وده اللي يجي للطالب بالنظام الجديد. تمام. طيب يبقى كده بريطانيا خلاص ايه؟ خرجت بره الصراع. مين هيتصارع للوصول للحكم؟ السلطان العثماني بس، قال دي فرصه اتخلص من مين؟ المماليك. من المماليك. السلطان العثماني طلب من خسرو، يلا يا خسرو خلصني من مين؟ المماليك. خلصني من المماليك. حاول خسرو باشا التخلص من المماليك. تمام. لكن صار الجند على خسرو باشا. طب ليه الجنود عملوا ثوره على خسرو باشا؟ اولا خسرو باشا اللي هو الوالي العثماني في مصر، الوالي العثماني في مصر ما قدرش يدفع المرتبات للجنود، فبالتالي الجنود عملوا ثوره عليه. اتسجن خسرو باشا. خلي خسرو ده عشان هنحتاجه تاني في الاخر. تمام. ادي خسرو مسجون في القلعه. طيب بعد خسرو جه واحد تاني اسمه طاهر باشا، هو اسمه مش موجود عندك في الكتاب لكن هتعرفه بعدين. طاهر باشا تولى الحكم واتقتل، يبقى واحد اتسجن والتاني اتقتل. في واحد تاني تولى حكم مصر وهرب. يبقى دلوقتي مصر فيها صراع سياسي ولا فوضى سياسيه؟ مصر فيها فوضى سياسيه. طيب تجدد الصراع بين العثمانيين وبين المماليك تاني، العثمانيين والمماليك بيتصارعوا على حكم مصر. قدر المماليك ان هم يسيطروا على المنيا، قدر المماليك ان هم يسيطروا على المنيا. طبعا في الوقت ده الدوله العثمانيه بدات تضعف، او العثمانيين في مصر بداوا ايه؟ بداوا يضعفوا. المماليك طمعوا، تطلع المماليك بعد ما كانوا مسيطرين على المنيا هيسيطروا، عايزين يسيطروا على القاهره. يبقى تطلع المماليك للسيطره على القاهره. طب يا ترى العثمانيين هيعملوا ايه؟ العثمانيين هيقدروا يحاربوا المماليك في الوقت ده؟ للاسف المماليك سيطروا على مصر، والكلام ده سنه 1804. يبقى مين بيحكم مصر؟ المماليك. بيحكم القاهره المماليك، لكن مصر كلها ولايه ايه؟ مصر ولايه عثمانيه. بس مين اللي مسيطر على القاهره؟ المماليك. المماليك. يبقى المماليك دلوقتي مسيطرين على القاهره. سنه 1804. سيطر المماليك على القاهره سنه 1804. طيب للاسف ساءت احوال مصر الاقتصاديه ايام المماليك في السنه دي. حصل ازمات كتير جدا، منها انخفاض منسوب ميه النيل. المهم الشعب المصري مش قادر يستحمل، الشعب المصري مش قادر يستحمل سوء الاوضاع الاقتصاديه من سنه 1801 لحد 1804، صراع على الحكم، فوضى سياسيه، والي بيحكم، والي اتقتل، والي مشي، والي هرب. طب الشعب المصري يعمل ايه؟ الشعب المصري بيصبر ويستحمل، لكن في الوقت المناسب تدخل الشعب المصري. تمام. تدخل الشعب المصري وعمل ثوره كبيره جدا ضد مين؟ ضد المماليك. هي مصر ولايه عثمانيه، لكن مين اللي مسيطر على القاهره؟ المماليك. المماليك. تدخل الشعب المصري في الوقت المناسب سنه 1804 واقام ثوره ضد المماليك. وهنا ظهر محمد علي. طيب السؤال هنا اللي الطالب اكيد بيسال نفسه، مين محمد علي؟ عندما تدخل الشعب المصري تدخل محمد علي. مين محمد علي؟ يا ترى محمد علي ده، يا ترى محمد علي ده مصري ولا عثماني ولا مملوكي؟ محمد علي عثماني، اتولد في قولة شمال بلاد اليونان، يعني محمد علي عثماني. طب محمد علي جه مصر امتى وازاي؟
محمد علي كان جاي مصر اساسا علشان يطرد الحمله الفرنسيه لما كانت موجوده في مصر. يعني معنى كده ان محمد علي موجود من ايه؟ من بدري. بس محمد علي لم يتدخل محمد علي في الصراع. محمد علي قاعد على جنب كده بيتفرج على اللي بيحصل في مصر. تمام. في الفتره من سنه 1801 لحد 1804. يعني محمد علي لم يتدخل، محمد علي قاعد بيراقب الاوضاع اللي بتحصل في مصر. لكنه تدخل مع الشعب المصري في الوقت المناسب. طب برضه محمد علي كان ايه؟ كان بيعمل ايه؟ محمد علي كان قائد فرقه اسمها الارناؤوط والالبان العثمانيه، يعني محمد علي بالبلدي كده قائد فرقه كبيره جدا من الجيش الايه؟ من الجيش العثماني. تدخل محمد علي، وقف محمد علي مع الشعب المصري في ثورته سنه 1804. واعلن محمد علي انضمامه للعلماء. اعلن محمد علي انضمامه للعلماء، يعني بالبلدي محمد علي قال انا مع مين؟ انا مع الشعب. محمد علي خشى ان تصيب الثوره جنوده، بمعنى محمد علي كان خايف ان الجنود بتوعه ان الشعب يعمل ثوره ضد العثمانيين هم كمان. فجهر محمد علي بانضمامه للشعب، يا شعب انا معاكم. وطلب محمد علي، طلب محمد علي من جنوده احترام الشعب المصري. يا جنود مفيش حد يتعرض للشعب الايه؟ المصري. تمام. وبعدين الشعب المصري هيحب مين؟ هيحب محمد علي. ظهر محمد علي بمظهر حامي الثوره. وده طبعا بيعتبر، ده طبعا بيعتبر تشابه، ده طبعا بيعتبر تشابه ما بين موقف القوات المسلحه المصريه في ثوره 25 يناير وثوره 30/6، ان هي انحازت للشعب المصري. يبقى محمد علي يتشابه مع القوات المسلحه ان هو انحاز للشعب الايه؟ المصري. المصري ضد المين؟ ضد المماليك. محمد علي بالتالي لما لقى الشعب كله في ظهره ومعاه الجنود العثمانيين، محمد علي انفرد بالمماليك. قام محمد علي بالتخلص من المماليك نهائيا الموجودين فين؟ في القاهره. بدا محمد علي يهاجمهم، بدا محمد علي يتخلص من كل المماليك اللي موجودين فين؟ في القاهره. بكده بقت القلعه فاضيه، مين اللي بيحكم؟ حصل فراغ سياسي، حصل فراغ سياسي. ثورة الشعب المصري 1804. يا ترى هو الشعب المصري لما عمل ثورة سنة 1804 ضد المماليك عملها لأسباب إيه؟ لأسباب اقتصادية. طب ليه؟ المماليك طبعًا في فوضى سياسية، المماليك في فوضى اقتصادية، حال الشعب كان متدهور جدًا في الفترة دي. مين اللي ظهر كزعيم وبطل وقف جنب الشعب المصري؟ محمد علي. وإحنا عرفنا إن محمد علي كان عثماني وجاي علشان يطرد مين؟ يطرد الحملة الفرنسية اللي كانت موجودة فين؟ في مصر. طب يا ترى مستر أحمد محمد علي اتدخل في الأربع سنين دول؟ لا. لم يتدخل محمد علي في الحكم، بيراقب الاوضاع، كان بيراقب الاوضاع قاعد بس كده بيشوف الفرصه علشان يتدخل في الوقت الايه؟ في الوقت المناسب. تدخل محمد علي في الوقت المناسب، بدا يهاجم المماليك في القلعه، طرد المماليك خالص من القاهره. ده بعد ما عمل ظهير شعبي. اه بالظبط، الشعب كله بقى في ظهر مين؟ بقى في ظهر محمد علي. مصدر قوه محمد علي ما كانتش الجنود، مصدر قوه محمد علي كانت الشعب اللي واقف في ظهره. تمام. طيب دلوقتي القلعه فاضيه، القاهرة فاضية، مين يحكم؟ طبعا الكل كان متوقع ان محمد علي هو اللي هيحكم، لكن محمد علي اذكى من كده بكتير. وده بيدل على دهاء محمد علي العسكري والسياسي. تمام. طيب محمد علي هيعمل ايه؟ الشعب المصري اللي هو الزعامة الشعبية عندنا، الزعامة الشعبية عندنا متمثلة في طبقة العلماء. مين طبقة العلماء؟ اللي هم الطبقة الوسطى. تمام. وطبقة تانية اللي هم زعمها زي عمر مكرم، وده اللي عندنا، وفي ناس تانية مش عندنا زي الشيخ عبد الله الشرقاوي واحمد المحروقي وغيره كتير، بس احنا اللي عندنا مين؟ عمر مكرم. يبقى مين في ظهر محمد علي؟ العلماء. في ظهر محمد علي العلماء، او يجيبها لهم كده الطبقه الوسطى، او المشايخ، او رجال الدين. يلعب بقى مستر احمد في الايه؟ في الحاجات دي، المسميات. بالظبط. محمد علي انحاز الشعب المصري، زعامة الشعبية روح لمحمد علي، يا محمد علي عايزينك تتولى حكم مصر. طبعا محمد علي رفض محمد علي حكم مصر سنة كام؟ 1804. يا محمد علي عايزينك تحكمنا، قال لهم لا والله يا جماعة أنا مش طمعان في الحكم، أنا ما عنديش نية إن أنا أحكم مصر.
يا محمد علي ليه؟ احنا عايزينك، انت اللي وقفت جنبنا وانت اللي ساعدتنا وانت اللي خلصتنا من المماليك. لا يا جماعه انا مش هحكم مصر. هي الحقيقه ان محمد علي فعلا كان طمعان في حكم مصر، لكن محمد علي في الوقت ده كان شايف ان احوال مصر متدهوره جدا. انا لو توليت الحكم في الفتره دي مش هقدر مش هقدر ان انا اسيطر على الاوضاع السياسيه والاقتصاديه. مش عايز يحرق نفسه بالظبط. فظهر محمد علي امام الشعب بمظهر غير الطامع في الحكم. يا جماعه انا مش طمعان في الحكم. طيب يا محمد علي احكم محمد علي. قال لهم لا والله انا مش طمعان في الحكم. طيب بما انك يا محمد علي انت اكتر واحد دلوقتي احنا واثقين فيك، تقترح علينا مين يحكم مصر؟ قال لهم والله ممكن، فاكر خسرو اللي كان مسجون؟ والله ممكن تخرجوا خسرو باشا الوالي العثماني اللي كان بيحكم مصر قبل كده، خرجوه يحكم مصر. لا احنا مش عايزين خسرو. مين اللي اعترض؟ مش الشعب. اللي اعترض انصار طاهر باشا. طب ثانية واحدة، مين أنصار طاهر باشا ومين طاهر باشا ده أساساً؟ طاهر باشا ده اللي حكم مصر بعد خسرو باشا واتقتل. أنصار ورجالته قالوا ده احنا كنا السبب في إن احنا نسجن مين؟ خسرو. احنا السبب في إن احنا نسجن إيه؟ خسرو. خسرو لو خرج هيعمل فينا احنا إيه؟ صح، هيقتلنا احنا، هيتخلص مننا. مزبوط. لا احنا مش عايزين مين؟ يا محمد يا علي احنا مش عايزين خسرو. محمد علي بيراضي الأطراف، طب يا جماعة أنتوا مش عايزين خسرو. طيب إيه رأيكم نجيب خورشيد باشا؟ ثانية واحدة، هو مين خورشيد باشا ده؟ خورشيد باشا ده كان حاكم اسكندرية. تعيين خورشيد باشا. محمد علي تقترح علينا مين؟ قال لهم يا جماعة هاتوا خورشيد باشا. هو مين خورشيد باشا؟ حاكم اسكندرية، والي اسكندرية أو محافظة اسكندرية. طبعا الشعب واثق في مين؟ في محمد علي. خلاص يا محمد علي احنا واثقين فيك، هات يا محمد علي خورشيد باشا. يبقى مين اللي اقترح على الزعامة الشعبية تعيين خورشيد باشا؟ محمد علي. بكده محمد علي نفى عن نفسه، نفى عن أي نفسه طمع في الحكم. أي طمع في الحكم. فظهر محمد علي بمظهر غير الطمع في الايه؟ في الحكم. فالشعب تمسك أكتر بمين؟ بمحمد علي. الشعب حس إن الأول مرة يظهر واحد ينفذ أوامر مين؟ الشعب أو طلبات الايه؟ الشعب المصري. خلاص يا محمد علي إحنا ايه؟ إحنا معاك وفي ظهرك يا محمد علي. تمام. وأي حاجة هتقولها لنا إحنا معاك. السلطان العثماني قال لك مفيش مشكله، انا خلصت من المماليك وخورشيد كده كده عثماني، مفيش مشكله ان خورشيد يحكم ايه؟ يحكم مصر، باعتبار ان خورشيد كده كده اساسا ايه؟ عثماني. فاصدر السلطان فرمان بتعيين خورشيد باشا واليا على مصر. تمام. فاصدر السلطان فرمان، ثانيه واحده، يعني فرمان؟ فرمان يعني امر من السلطان واجب التنفيذ، امر من السلطان واجب التنفيذ، لازم يتنفذ. فعلا بقى خورشيد اول والي على مصر، أول والي على مصر بعد ثورة 1804، بقى أول والي على مصر بعد ثورة 1804. طيب أمال مين اللي كان والي سنة 1801؟ خسرو باشا. يبقى أنا عندي دلوقتي خسرو سنة 1801 وعندي خورشيد باشا سنة كام؟ 1804. طيب تخيل بقى يا مستر أحمد خورشيد باشا أول ما يتولى الحكم تخيل هيفكر يتخلص من مين؟ يتخلص من الزعامة الشعبية ولا يتخلص من محمد علي؟ هيفكر خورشيد باشا التخلص من محمد علي. يا راجل ازاي ده هو اساسا اللي ساعدك ان انت توصل لايه؟ للحكم. قال لك لا الراجل ده ورائنا، انا مش مرتاح له. ازاي محمد علي ما يفكرش انه يحكم مصر في الوقت ده؟ لا انا مش مطمن لمحمد علي. سبحان الله، ده هو اللي خلاك اساسا ايه؟ حاكم على مصر، ده هو اللي رشحك، يعني هو لو طمعان كان تولى الحكم. لكن اصر خورشيد باشا على التخلص من مين؟ من محمد علي. قال لك لا لازم اخلص من مين؟ من محمد علي خالص. تمام. طب يتخلص منه ازاي؟ يحاربه؟ مستحيل، محمد علي عنده ظهير ايه؟ شعبي ومع الجيش بتاعه ما يقدرش يحاربه. طب يتخلص منه ازاي؟ يتخلص منه عن طريق الدهاء السياسي. يا محمد علي انت بطل يا محمد علي وقدرت تخلصنا من المماليك سنه 1804، بقول لك ايه؟ ما تكمل جميلك وروح يا محمد يا علي على الصعيد. اعمل ايه في الصعيد يا خورشيد باشا؟ قال له روح خلصني من المماليك زي ما طردتهم من القاهره، انا عايزك تروح تخلصني من المماليك الموجودين في المنيا ومسيطرين على الصعيد. المماليك عاملين لي صداع في دماغي، انا عايز اخلص منهم خالص. تمام. طب يا ترى فعلا خورشيد باشا كان عايز يتخلص من المماليك ولا عايز يتخلص من محمد علي؟ يتخلص من محمد علي. عايز يتخلص من محمد علي. ولو الاثنين جم مع بعض يبقى ايه؟ هو كسبان. رفض محمد علي. تمام. رفض محمد علي. محمد علي قال له لا مش هقدر، المماليك قوه كبيره جدا في الصعيد، انا مش هقدر احاربهم لوحدي هناك. طب محمد علي كان عارف ان خورشيد عايز يتخلص ايه؟ عايز يتخلص منه. محمد علي مش سهل. طيب وبعدين خورشيد يا محمد يا علي انا بقول لك روح حارب المماليك في الصعيد، انت ما تنفذش اوامري، انا يا ابن الوالي. قال له لا انا مش هقدر.
طلب خورشيد باشا، خورشيد مش هيبطل ان هو يتخلص من مين؟ محمد علي. طيب هيعمل ايه؟ لجأ خورشيد باشا الى السلطان العثماني، لجأ خورشيد باشا الى السلطان العثماني، يا سلطان ابعت لي فرق عسكريه تقويني في الحكم، يا سلطان ابعت لي فرق عسكريه تقويني في الايه؟ في الحكم. طب ثانيه واحده، تعال نشوف السلطان العثماني كان بيعيش فين. السلطان العثماني موجود هنا في الدوله العثمانيه، او موجود في مركز الدوله العثمانيه اللي هي تركيا، وطبعا كانت كل الدول العربيه في الوقت ده عباره عن ولايات ايه؟ ولايات عثمانيه. لما السلطان يعني كان مصر بالبلدي كده مستر احمد كانت محافظه جوه الدوله العثمانيه، مصر بالبلدي كده كانت محافظه يعني ولايه من ولايات الدوله الايه؟ العثمانيه. طيب اصدر السلطان قرار، خلاص يا خورشيد انت عايز ايه؟ قال له انا عايز فرقه عسكريه تقويني في الحكم ضد مين؟ ضد اي حد هنا. طبعا هو كان يقصد مين؟ محمد علي. السلطان العثماني بعت له فرق عسكريه تسمى الدله او المتهورين او المجانين. ليه دله؟ ليه متهورين؟ ليه مجانين؟ الناس دول اول ما جم مصر بدل ما يساعدوا خورشيد اضروا خورشيد. طب ازاي؟ عاسوا في الارض فسادا، بمعنى بداوا يسرقوا الناس في الاسواق، بداوا يهاجموا البيوت، بداوا يسرقوا المصريين، فطبعا الشعب المصري كره خورشيد وكره الدله وكره السلطان العثماني. تمام. يعني دلوقتي الدله بدل ما يقووا خورشيد باشا اضعفوه. برضه خورشيد عايز يتخلص من مين؟ من محمد علي. هيعمل ايه المره دي؟ قال للسلطان بقول لك ايه؟ ما تنقل محمد علي ده من مصر. خده عندك، انا مش عايزه خالص هنا، محمد علي ما بينفذش اوامري. طلب السلطان العثماني، السلطان العثماني ارسل لمحمد علي، يا محمد يا علي تعال على الاستانة. الاستانة اللي هي مين؟ عاصمة الدولة العثمانية. تعال على اسطنبول يا محمد علي. محمد علي هيعمل ايه؟ محمد علي ما يقدرش يقول للسلطان لا. محمد علي ما يقدرش يقول للسلطان لا، ده فرمان، ده امر. لكن محمد علي استخدم ذكائه السياسي والعسكري. في الوقت ده راح محمد علي، مين الظهير الشعبي بتاع محمد علي؟ مين اللي في ضهر محمد علي؟ الشعب. محمد علي راح لعمر مكرم. السلام عليكم، ازيك يا سيد عمر؟ انا كنت جاي اسلم عليك علشان السلطان طلع لي قرار ان انا هتنقل من مصر هروح على الاستانة. طبعا عمر مكرم اللي هو زعيم الشعب قال له ازاي محمد علي؟ لا احنا عايزينك هنا يا محمد علي. قال له خلاص، طب ما انتوا عايزيني قولوا لمين؟ لخورشيد. للسلطان وقولوا لخورشيد. يبقى مين دلوقتي اللي هيسند محمد علي؟ العلماء، او تجي لنا كده العلماء، او على راسهم الوسطى عمر مكرم، او السيد عمر مكرم، او رجال الدين، او ايا كان بقى باي طريقه يجيبها لي في الامتحان. يبقى كده لم ينفذ محمد علي امر السلطان برغبه مين؟ الشعب المصري، برغبه الظهير الشعبي. محمد علي ما بيعملش حاجه ايه ويقول للسلطان انا اللي عملت كده، لا، دايما محمد علي يقول الشعب اللي عايز كده، الشعب هو اللي عايز كده. المهم خورشيد كل محاولات خورشيد دلوقتي للتخلص من محمد علي بقت بالفشل. بالظبط. طب يعمل ايه خورشيد؟ يا سلطان بقول لك ايه، ما تعين محمد علي ولا في اي حته، ارميه من مصر خالص، انقله لي من مصر. السلطان مش عايز يزعل خورشيد، وفي نفس الوقت عايز يضمن السيطره على مصر وان مصر يبقى فيها هدوء سياسي، مش عايز صراع ولا فوضى على الحكم. اصدر السلطان فرمان، وركز على الفرمان ده مهم جدا، اصدر السلطان فرمان مايو، فرمان مايو 1805، اصدر السلطان فرمان مايو 1805. الفرمان ده بيقول ايه؟ الفرمان ده بيقول نقل محمد علي وتعيين محمد علي والي على جده. محمد علي انا هكافئك يا محمد علي، انا هرقيك يا محمد علي. هروح فين يا سلطان؟ قال له هتروح جده. هتروح فين؟ جده. طبعا النظام الجديد مش هيسالك محمد علي هيروح فين، لكن ممكن يجي يسالك محمد علي فرمان مايو 1805 محمد علي هيتنقل جهه الشرق من مصر ولا الغرب ولا الشمال ولا الجنوب؟ طبعا محمد علي يروح جهه الايه؟ الشرق. طب الفرمان بيقول محمد علي هيتنقل على اسيا ولا اوروبا ولا جنوب افريقيا؟ محمد علي هيروح على قاره مين؟ قاره اسيا. طب فين في اسيا؟ شرق اسيا ولا شمال اسيا ولا جنوب اسيا ولا غرب اسيا؟ غرب اسيا. يعني يا مستر احمد ما يجيبلوش السؤال ليه؟ واضح، لا، لازم يحور السؤال، لازم يلف السؤال عليه. طبعا الطالب بتاعنا مذاكر فاهم هيبقى عارف ان جده موجوده في غرب شبه الجزيره العربيه على ساحل البحر الايه؟ الاحمر، او بجانب البحر الاحمر. طيب محمد علي برضه مش عايز محمد علي يتنقل منين؟ من مصر. يستخدم مين؟ مين الظهر بتاعه؟ الزعامه الشعبيه. في الوقت ده محمد علي راح للشعب، نفس القصه تاني، محمد علي ما بيعملش حاجه بايه؟
بمزاجه هو، لا محمد علي دايما يستخدم الشعب ان الشعب هو اللي عايز كده. تمام انا موافق يا سلطان، انا مفيش مشكله، بس الشعب هو اللي عايز كده. طيب راح محمد علي لعمر مكرم اللي احنا زي ما قايلين من شويه اللي هو بيمثل طبقه العلماء او بيمثل الطبقه الوسطى في المجتمع المصري او زعيم الشعب. ازيك يا سيد عمر؟ والله انا جالي فرمان بنقلي الى ولايه جده، وكنت جاي بس اسلم عليكم قبل ما امشي من مصر. عمر مكرم: ازاي؟ انت هتتنقل ازاي من مصر؟ طب انت لما هتمشي هتسيبنا الخرشد؟ لا يا لا يا محمد علي، احنا عايزينك انت يا محمد علي، احنا مش هنسيبك يا محمد علي ابدا. قال لهم خلاص، قولوا لمين؟ قولوا للسلطان. يا جماعه انا ما عنديش مشكله، انا هخدم الشعب المصري في اي مكان، انا خادم الشعب المصري. طبعا محمد علي في كل مره بيستخدم ذكائه العسكري. طيب طبعا السيد عمر مكرم والزعامه الشعبيه طلبوا من السلطان العثماني ان محمد علي يفضل موجود فين؟ في مصر. الشعب المصري احنا قلنا من شويه بيفضل يترقب الاوضاع، يترقب الاحداث ويتدخل في الوقت المناسب. الشعب المصري حس ان الدنيا لا في صراع كده على الحكم، خرشد عايز يتخلص من محمد علي باي طريقه، لا لازم نتدخل ونخلص من مين؟ من خرشد. خاصه ان خرشد بدا يفرض ضرائب كتير جدا على المصريين، واساسا احوال مصر كانت سيئه، يعني احوال مصر الاقتصاديه سيئه، فانت كمان جاي تفرض ضرائب على المصريين واحنا حالتنا سيئه، بالاضافه لفرق الدلاء المتهورين المجانين ان لسه قايل من شويه عاسوا في الارض ايه؟ فساد. طيب هيعمل ايه محمد علي؟ او الشعب هيعمل ايه؟ الشعب تدخل في الوقت المناسب. في الوقت ده لقينا السيد عمر مكرم، لقينا السيد عمر مكرم راح لمحمد علي: يا محمد علي احنا عايزينك تحكم مصر. تمام. يا محمد علي احنا عايزينك تحكم مصر. محمد علي قال له: والله انا مش طمعان في الحكم يا سيد عمر، وانا مش ناوي احكم مصر. قال له: لا القرار مش قرارك دلوقتي، الشعب خلاص اختارك، احنا عايزينك يا محمد علي تحكم مصر، ده مش قرار، ده مش قرارك، احنا كلنا متمسكين بك يا محمد علي. هتسيبنا في الوقت ده؟ الكلام ده كان في اجتماع اسمه دار المحكمة، يعني حكم دستوري، بمعنى ان الشعب اول مرة يختار حاكم. يبقى تم الشعب الشعب المصري هيعمل ثوره ضد خرشد باشا. خرشد امشي مش عايزينك. يا محمد علي احنا عايزينك انت يا محمد علي. يا محمد علي لازم تتولى حكم مصر. انت السند الوحيد اللي ظهر لنا من ساعه ما شفنا العثمانيين او شفنا المماليك. محمد علي قال للشعب المصري: انا هخدم الشعب المصري في اي مكان انتوا عايزيني فيه، يعني انا مش طمعان في الحكم، بس انتوا اللي عايزيني احكم ايه؟ احكم مصر. وافق محمد علي على حكم مصر، والكلام ده كان في دار اسمه دار المحكمة، اسمه دار المحكمة. بيسموها دار المحكمة أو بيسموها بيت القاضي. بيسموها دار المحكمة أو بيت القاضي. خلينا في دار المحكمة دي اللي موجودة علينا. اختار الشعب المصري محمد علي حاكماً على مصر. استنى يا محمد علي. قال له: مي في إيه؟ يا محمد علي هتحكم مصر بس إيه؟ بشروطنا. طيب حاضر يا جماعة، مفيش مشكلة. عايزين يا شعب يا محمد علي تحكم مصر بس بشروط. ايه الشروط دي؟ واحد، تحكم بالعدل يا محمد علي. واحد، تحكم بالعدل يا محمد علي. اتنين، الا تبرم امرا الا بمشوره العلماء. يا محمد علي ما تعملش حاجه الا لما ترجع لنا. ثانيه واحده، من اين تعلم المصريين المشوره؟ هم المصريين عرفوا المشوره دي امتى؟ من دواوين الحمله الفرنسيه. دواوين الحمله الفرنسيه بتاعت الفصل الاول علمت المصريين المشاركه في الحكم. فبدا المصريين يطالبوا بالمشوره، يعني معنى كده ان المشوره، ان المصريين ما عرفوش المشوره دي قبل مين؟ قبل الحمله الفرنسيه. يبقى دلوقتي الحمله الفرنسيه ليها علاقه بتعيين محمد علي؟ ايوه. ازاي؟ دواوين الحمله الفرنسيه علمت المصريين المشاركه في الحكم. تاني، دواوين الحمله الفرنسيه علمت المصريين المشاركه في الحكم، فقالوا يا محمد علي، يا محمد علي هتحكمنا بس بكام شرط؟ اتنين، تحكم بالعدل. حاجة تانية، يا محمد علي لا تبرم أمرا إلا بمشورة العلماء، ما تعملش حاجة إلا لما ترجع لنا. فوافق محمد علي على شروط الإيه؟ العلماء. قالوا يا جماعة أنا هخدم الشعب في أي مكان، هخدمه كحامي أو كقائد للجيش، هخدمه
كوالي على مصر. بس المهم يا جماعه ان السلطان ايه؟ يوافق. انا ما فيش مشكله بالنسبه لي، انا موافق. طب يا ترى خورشيد هيسيب الحكم بسهوله؟ خورشيد هيسيب الحكم علشان المصريين بس عايزين محمد علي؟ لا. هيحصل صراع ما بين قوات خورشيد باشا وقوات محمد علي. برضه محمد علي هيستخدم ذكائه، محمد علي مش هيحاول ان هو يتدخل. طب هيعمل ايه محمد علي؟ محمد علي هيطلب من الزعامه الشعبيه تقف جنبه. فقاد عمر مكرم المقاومه لصالح محمد علي. عمر مكرم هو لا، احنا الشعب المصري احنا اللي بنقول مش عايزين خورشيد، واحنا اللي عايزين مين؟ محمد علي. السلطان العثماني كل اللي يهمه ان الاوضاع في مصر تكون ايه؟ مستقرة. مش عايز قلق، مش كل شويه، كفايه احنا من ايام الحمله الفرنسيه ومصر اساسا احوالها السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه كلها في تدهور. السلطان خلاص يا شعب، مش انتوا عايزين محمد علي؟ اصدر السلطان فرمان يوليو 1805 بتعيين محمد علي واليا على مصر. بقى محمد علي خلاص رسميا بقى محمد علي حاكم على مين؟ على مصر. في يوليو 1805 محمد علي بقى حاكم على مصر برغبة مين؟ برغبته هو ولا برغبة السلطان ولا برغبة الزعامة الشعبية؟ رغبة الزعامة الشعبية. إذن ظهور قوة جديدة متمثلة عندي في قوة مين؟ قوة الشعب المصري اللي قلنا من شوية يترقب الأحداث ولا يتدخل إلا في الوقت المناسب. الشعب بيصبر، لكن لما بيفيد بيه أو زي ما يقول بيطفح بيه الكيل لا خلاص الشعب المصري بيخرج يعمل ثورة. لأول مرة في حياة الشعب المصري، لأول مرة في حياة الشعب المصري يقرر عزل والي وتعيين والي آخر. مين الوالي اللي الشعب قرر يعزله؟ طبعا كان خورشيد باشا. مين الوالي اللي الشعب قال احنا عايزين الراجل ده؟ محمد علي. واحنا عرفنا محمد علي اساسا ايه؟ عثماني، والراجل ده كان عنده خبرة سياسية وخبرة اقتصادية كبيرة جدا، يمكن كان من احسن العثمانيين اللي كانوا موجودين في مصر. جميل. الراجل ده مستر احمد في الاول خالص هو كان عسكري في الجيش العثماني. بعد كده ساب الجيش العثماني واشتغل في تجارة الدخان. اشتغل بتجارة الدخان، يعني معنى كده او تجارة التبغ. معنى كده انه عنده خبرة عسكرية وخبرة ايه؟ خبرة اقتصادية. تمام. الراجل ده من اعظم الناس اللي حكمت مصر. الراجل ده من اعظم الناس اللي حكمت مصر وتولى حكم مصر. طيب قبل ما نتكلم عن محمد علي اقول بس حته صغيره كده، بعد كده ندخل نشوف محمد علي جه مصر ازاي. لاول مره الشعب المصري يقرر عزل والي وتعيين والي اخر، وده بيعتبر اول صك اجتماعي، اول عقد اجتماعي. لاول مره المصريين يقولوا احنا عايزين ده ومش عايزين ده. طب قبل كده كان مين اللي بيقرر؟ القرار كان في ايد مين؟ السلطان العثماني. كان السلطان العثماني هو اللي يعزل والي ويعين والي تاني. لكن دي اول مره يتم تعيين والي برغبه الشعب المصري. وهو مين؟ وهو محمد علي ابن ابراهيم اغا العثماني. تمام. في الفتره اللي جايه ان شاء الله، في المحاضره الجايه هنتعرف على محمد علي. محمد علي قصه مجيء محمد علي مصر بدات بحلم. محمد علي في يوم من الايام حلم ان هو بيشرب ميه النيل كلها لوحده. حلم. استاذنك في فاصل قصير يا مستر احمد. فاصل قصير ونرجع لكم تاني. طلبه وطالبات الثانويه العامه، يمكنك الان الحصول على نسختك من كتاب مدرس على الهوى في مراجعه نصف المنهج. الكتاب الاول كتاب المواد الادبيه، ويحتوي هذا الكتاب على مراجعه نصف المنهج في 9 مواد دراسية في كتاب واحد، وهي التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، واللغة الإيطالية. الكتاب الثاني كتاب المواد العلمية، ويحتوي هذا الكتاب على مراجعة نصف المنهج في 10 مواد دراسية في كتاب واحد، وهي الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا، الرياضيات، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، واللغة الإيطالية. وقد قام بإعداد هذه الكتب نخبة متميزة من مقدمي البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهواء طبقا للنظام الحديث،
تحت إشراف مستر أحمد السعيد. يمكنك حجز الكتاب من خلال مؤلف الكتاب مقدم البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهواء، أو التواصل مع إدارة البرنامج من خلال الرقم التالي 0163 56 296. تمنياتنا القلبية بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الأعزاء. رجعنا لكم تاني، والتاريخ للثانويه العامه مع مستر احمد مصطفى. اتفضل يا مستر. احنا كنا وصلنا عند محمد علي، طبعا احنا كده خلصنا الدرس بتاعنا. جميل. تمام. بس انا بس اقول حته كده على محمد علي. محمد علي في يوم من الايام حلم ان هو بيشرب ميه النيل كلها لوحده. تمام. فاستغرب جدا، مين النيل ده؟ انا ما شفتش النيل ده قبل كده ولا اعرف عنه اي حاجه. فراح لشيخ من شيوخ تفسير الاحلام. انا شيخ حلمت ان انا بشرب ميه النيل. تمام. فقال له انت في يوم من الايام يا محمد علي هتحكم النيل. فطبعا محمد علي ما صدقش، انا عسكري في الجيش العثماني، معقول هبقى في يوم من الايام حاكم على مصر؟ محمد علي افتكر الكلام ده في اليوم اللي هو بقى فيه فعلا حاكم على مصر، افتكر الحلم اللي كان حلمه زمان. في الدرس اللي جاي ان شاء الله هنتعرف ازاي محمد علي هيتخلص من 4 مشكلات هتقابله في الحكم. اول مشكله هتقابل محمد علي في الجزء اللي جاي محاوله بريطانيا التخلص من محمد علي. تمام. وهنعرف ازاي محمد علي هيحل المشكله دي، وهنعرف ازاي محمد علي برضه هيتخلص من مشكله المماليك، وهنعرف ازاي محمد علي هيتخلص من كل المشكلات الموجوده قدامه، ويبدا محمد علي ينفرد بحكم مصر سنه 1811، ويقدر محمد علي يبني مصر على الطراز الحديث. جميل. محمد علي هياخد مصر لا دوله او ولايه عثمانيه متدهوره، هيخليها دوله من اقوى الدول اللي في العالم في الوقت ده. لدرجه ان محمد علي نفسه هينافس انجلترا وفرنسا وهينافس الدول الاوروبيه. بنظام هيعمله بعد كده اسمه نظام الاحتكار، وهنتعرف عنه في الفتره الجايه باذن الله. جميل. طب احنا عايزين بس نرجع كده النقط اللي احنا خدناها النهارده. يعني نعمل مراجعه سريعه كده اللي احنا خدناه. اتفضل. احنا كنا بنتكلم النهارده على احوال مصر بعد خروج الحمله الفرنسيه. عرفت ان حصل صراع ما بين 3 قوى علشان يحكموا مصر. السؤال بقى ما نجيبش برده، ما يجيش بالطريقه دي مستر احمد. تمام. يقول لهم تصارع على حكم مصر عدة قوى كانت تحكم مصر سابقا. مين اللي كان بيحكم مصر زمان؟ العثمانيين. العثمانيين، ومين تاني؟ والمماليك. المماليك. يبقى كام قوة؟ 2. 2. طبعا هو يجيب له 2 و3 و4 و5. الطالب طبعا أول حاجة تيجي في أول حاجة تيجي في دماغه 3 قوة. لا، هو بيقول لك كانت تحكم مصر إيه؟ سابقا. سابقا. مين اللي حكم مصر؟ الإنجليز ما حكموش. يبقى مين؟ يبقى العثمانيين والمماليك. مصر أساسا قبل ما تبقى ولاية عثمانية كانت تابعة لمين؟ تابعة للمماليك. يبقى بعد خروج الحمله الفرنسيه تصارع عثمانيين انجليز مماليك. بعد كده اتكلمنا على صلح اميان، وعرفت ان بعد صلح اميان الانجليز خرجوا من مصر. تمام. بعد كده عرفت ثوره الشعب المصري اللي هيعمل ثوره كبيره جدا سنه 1804 ضد المماليك. ضد المماليك اللي هم كانوا مسيطرين على القاهره. بعد كده هيظهر محمد علي، او زي ما قلت الشعب المصري ومحمد علي هيتدخلوا في الوقت المناسب. وفعلا قدر محمد علي يتدخل في الوقت المناسب وانحاز للشعب المصري. مرت الاحداث لحد ما خورشيد باشا تولى الحكم، وعرفت ازاي محمد علي قدر يتغلب على كل محاولات خورشيد لنقله منين؟ من مصر. لحد ما الشعب المصري هيعمل ثوره سنه 1805، وهيقرر تعيين محمد علي حاكم على مصر. جميل. وفي المحاضرات الجايه باذن الله هنعرف ازاي محمد علي هيقدر يتمكن من السيطره على مصر، ويبني مصر الحديثه، ويحكم مصر اكتر من 43 سنه. تمام. اتفضل يا مستر. يا ريت المخرج الجميل بقى يجيب لنا بعض الاسئله اللي مستر احمد مجهزها للطلاب بتاعه. الصفحه رقم 1. اتفضل. اول سؤال عندنا بيقول: بعد خروج الحمله الفرنسيه تنافس على حكم مصر عدة قوى كانت تحكم مصر سابقا. لسه قايلين من شويه كانت بتحكم مصر كام قوه؟ يجي لك في الاختيارات 3 ولا 2 ولا 4 ولا 5. طبعا الاجابه هتكون كام قوه؟ 2 طبعا. السؤال الثاني بيقول: لم تفكر بريطانيا في رحيل قوتها عن مصر سنة 1801 لكي، يعني بريطانيا مش عايزة تخرج من مصر سنة 1801، طب ليه؟ عشان تحمي المماليك؟ ولا لمنع سيطرة فرنسا على مصر مرة أخرى؟ ولا تأمين الطرق لشرق آسيا اللي هي مقصود بها الهند؟ ولا التخلص من السلطان العثماني؟ طبعا بريطانيا مش عايزة
ترحل عن مصر علشان تأمين الطرق لشرق آسيا. تخلت إنجلترا عن السيطرة، إنجلترا هتتخلي عن السيطرة على مصر سنة 1802، إنجلترا هتخرج من مصر سنة 1802 بسبب إيه؟ يا ترى بسبب قوة الدولة العثمانية؟ لا طبعا، السلطان العثماني ما كانش قوي في الوقت ده. قوة المماليك ولا التحالفات الخارجية ولا مقاومة المصريين؟ احنا قلنا التحالفات الخارجية اللي هي ايه؟ لما فرنسا استعادت علاقتها بالسلطان الايه؟ العثماني. تمام. سؤال رقم 4 بيقول بعد خروج الفرنسيين من مصر اصبحت مصر تحت حكم مين؟ طبعا ده سؤال مباشر. اصبحت مصر تحت حكم المماليك ولا العثمانيين ولا المصريين ولا الانجليز؟ ده سؤال مباشر الطلب بيحل بسهوله جدا، اللي هو العثمانيين. بدا ظهور قوه الزعامه الشعبيه بسبب، بدا يبقى في عندي زعامه شعبيه بسبب ايه؟ يا ترى بسبب الوعي القومي لدى المصريين ولا دواوين الحمله الفرنسيه ولا رغبه المصريين في الحكم ولا قوه شخصيه الزعيم عمر مكرم؟ لا طبعا الاجابه هتكون دواوين الحمله الفرنسيه. لسه قايل من شويه ان الشعب المصري اتعلم المشوره من دواوين الحمله الايه؟ الفرنسيه، واتعلم ان هو يشارك في الحكم. رقم 6، فرمان يوليو 1805، فرمان يوليو 1805 ده الفرمان اللي بيه تم تعيين محمد علي حاكما على مصر. بيدل على بعد نظر السلطان ولا خوف السلطان ولا قوة الزعامة الشعبية ولا قوة محمد علي؟ طبعا بيدل على قوة الزعامة الشعبية اللي هي أجبرت السلطان العثماني يعين محمد علي. تمام. رقم 7، الدور السياسي الأكثر تأثيرا للزعامة الشعبية في الفترة دي كان اجتماع المحكمة ولا الوقوف ضد حملة فريزر ولا مقاومة الصعيد ولا مقاومة اسكندرية؟ طبعا احنا لسه ما خدناش حملة فريزر. تمام. الدور السياسي في مايو 1805، ان الشعب المصري في مايو 1805 الشعب المصري اختار محمد علي في اجتماع دار المحكمه. تمام. رفض محمد علي ولايه مصر في البدايه، محمد علي رفض يحكم مصر سنه 1804، فاكرين طبعا بعد ما طرد مين؟ المماليك. رفض محمد علي بسبب خوفه من السلطان ولا للتقرب من المصريين ولا الخوف من الفشل ولا لسوء احوال مصر؟ طبعا لسوء احوال مصر في الفتره دي. محمد علي رفض ان هو يتولى حكم مصر علشان احوال مصر كانت سيئه، وفي نفس الوقت يظهر للشعب المصري ان هو بمظهر غير الطمع في الايه؟ في الحكم. نشوف مع بعض كده الصفحه الثانيه. اتفضل. حاول السلطان العثماني التخلص من مشاكل المماليك عن طريق، يا ترى السلطان العثماني لما حاول يتخلص من المماليك تخلص منهم ازاي؟ كسب ضدهم ولا صراع عسكري ولا دهاء سياسي ولا ابعاده عن مصر؟ طبعا الدهاء السياسي، ان هو حاول ان هو يقسم المماليك، حاول ان هو يقسم المماليك. بعد كده توجد علاقه بين اهداف تدخل انجلترا وفرنسا في شؤون مصر. هنا لازم نحدد الفتره اللي هي سنه 1802. طبعا العلاقه بينهم علاقه تناقض، بريطانيا كانت عايزه تحكم مصر علشان تسيطر على طرق التجاره، اما فرنسا كانت عايزه تحكم مصر علشان تقطع الطريق ما بين انجلترا وما بين مستعمراتها في الهند. تخلت انجلترا عن، لا رقم 13، بدأ الوعي السياسي لدى المصريين في ظهور نتائجه في اوائل القرن 19، يعني بدأ الشعب المصري يكون عنده وعي سياسي. بفضل مين؟ بفضل المماليك ولا العثمانيين ولا الانجليز ولا الزعامه الشعبيه؟ الزعامه الشعبيه. طب لو غير الزعامه الشعبيه ممكن يحط ايه؟ يحط دواوين الحمله الفرنسيه. تخلت انجلترا رقم 14، تخلت انجلترا عن المماليك لاسباب. انجلترا تخلت عن المماليك لاسباب ايه؟ تدهور اقتصادي ولا اسباب سياسيه ولا صراعات داخليه ولا عسكريه؟ تخلت انجلترا عن المماليك لاسباب سياسيه، لما فرنسا استعادت علاقتها بالسلطان العثماني تخلت انجلترا عن مسانده المماليك. رقم 15، اول من تولى حكم مصر بعد خروج الفرنسيين طبعا قلنا العثمانيين. رقم 16، خرجت انجلترا من مصر سنه 1803. انجلترا خرجت من مصر سنه 1803 بسبب ايه؟ بسبب العثمانيين ولا قوه المماليك ولا قوة المصريين ولا الاتفاقيات الدولية؟ طبعا الاتفاقيات الدولية اللي هي صلح اميان اللي احنا قلنا عليه سنة 1802. كان غرض انجلترا من السيطرة على مصر بعد خروج الفرنسيين هو السيطرة على موارد مصر ولا تأمين طرق التجارة ولا الرغبة في التخلص من المماليك ولا محاربة الدولة العثمانية؟ طبعا كان الهدف من الوقت ده تأمين طرق التجارة. كفايه اسئله لحد كده. تمام. برضه بقى الاسئله بصراحة. بقى الاسئله ربنا يخليك يا مستر. بقى الاسئله ان شاء الله ممكن الاسئله دي ان شاء الله هتبقى موجوده على اللينك بتاع الحلقه باذن الله. الطالب برضه لو حابب ان هو يشوفها ممكن يراجعها تاني باذن الله. لو الطالب عايز يتواصل مع حضرتك التليفون اللي على الشاشه فيه عليه واتساب. موجوده يا فندم. يتواصل معايا في اي وقت وانا تحت خدمتك.
اي حد من الطلبه عايز يتواصل مع مستر احمد من خلال التليفون اللي على الشاشه، اوكي، من خلال الرسائل او يبعت له اسئله او اي نوع من الاسئله. شرفتنا يا مستر احمد، ربنا يخليك، اتمنى نشوفك ان شاء الله في الحلقات القادمه. شرف لي انا، وتمنياتنا الخلبيه بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الاعزاء. شكرا لكم جميعا. شكرا.